محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان مثل ما تشوفون هذا الأسد اللي هو خلفي، إنه هذا أسد على منصة بداخل النجف. قامت الدنيا وقعدت، قامت الدنيا وقعدت. الأسد كلف 79 مليون. يا أخي إحنا ليش نترك اللب ونذهب لمتابعة القشور؟ العراق جاي النهب، يعني هن ذن فقط إنه 79 مليون اللي ينباقن. العراق جاي ينباق من كل جانب بكل طريقة، والله جاي يتفننون تفنن يعني يعجز حتى إبليس ما يفكر التفكيرات. ولا هسه شنو تعال أقول لك، مثلا الحنطات يعني ينباق 750 طن ويقول لي إنه الحمامة كلاهن، مو يعني يجي يعني هذا صغير، هو مدير سايلو جاي يقول لك إنه الحمام أكل 750 طن. أنا حسبته يعني تغذية مال وجبة واحدة للعراق، وجبة خبز للعراق، خمسة مليون تكفي، خمس مليون نسمة تكفي للعراق. ويتفننون لك، ساعة يقول لك روح نجيب نبق، ساعة يقول لك ذن الفلوس اللي هو بداخل مصرف أورغان، لأنه شنو هذا طبعا المصرف لا من هولات بي ولا كذا، ما أعرف يعني قاع ناس زبي، ما أعرف يعني بانين على سبتة ما يسمونه، ما يسمونه والله ما أدري. المهم يعني فت قضية العقل ما يقبلها. هاي شنو قضيتها؟ قضيتها مثل النبي، قضية مثل هذا الأسد. هذا الطول واحد من معارفهم، الواحد من معارفهم قال له تريد لك ضربة؟ قال له إيه. قال له تتفضل، عاد اللي تابع إلهم اللوق من لواقيهم، قال له تتفضل. هذا سوى هذا الأسد، سوى ما يكلف له جصاته، ما يكلف له خلى مليون، فد مليون ونص، أخذ بتسعة وسبعين مليون. مسألة ترى عادية، العراق جاي ينباق، إحنا ما ظنتنا وعينا. والمفروض هذه القضية، إنه هذه القضية الصغرى هي، إنه ينتبهون العلماء، ينتبهون العلماء لكل شيء. لكن أنا أعرف في الكواليس، لكن ما طايح بيها بس الفقير، بس الفقير اللي طايح بيها. اليوم طبقوا علي الحظر، حصر علي، أريد أقول المعجونة، أي والله حصر علي المعجونة اللي يشتريها، حصر علي بطل المي، حصر علي يعني كيلو الطماطم اللي بالأسواق يمكن مبذول هو، بس ما عنده فلوس يشتري، ما عنده فلوس يشتري. سببها شنو؟ سببها إنه نتيجة الدولة وسكوتنا وخنوعنا لهاي القضية. ولا إحنا شنو نركض بس على أسد 79 مليون؟ العراق جاي النيب، يعني الغاز والبنزين والنفط والما نعرف شنو هي، جاي يتهرب، جاي يتهرب مواد، يعني يعجز العقل من عتها. لا احنا اسد خابصين، الواحد حاطين اسد وكذا ورانا ونباك 79 مليون. لا عم 79 مليون سهله، هاي ضربه طوها الواحد من جماعتهم يجاملوا بها، لا اكثر ولا اقل، مجامله الواحد من جماعتهم. وليش 79 مليون؟ هل نخبص انفسنا؟ ما يراد له، هو العراق كله منهوب، كله منهوب. ونسال من الله سبحانه وتعالى ان يفرج علينا بحق محمد وآله.